السبور الموسيقى الأخبار أوزيز إف إم سمعك التصويرة. نرحب بضيفي وضيفكم الأول القيادي بحزب نداء تونس نور الدين بنتيشة. أهلا وسهلا بك في سياسة فام. أهلا مرحبا ومرحبا بكل المستمعات ومستمعيك. إذن اليوم باش تحاوروا معاك بصفتك أحد قيادي الحزب الأبرز في سدة الحكم وصاحب الكتلة الأغلبية في مجلس نواب الشعب، فما إشكال يتعلق بمجلس نواب الشعب وتعطل انتخاب رئيس لجنة المالية، وإشكال داخلي يتعلق بالحزب نداء تونس فيما يخص انتخابات المكتب السياسي المفروض كانت تتم أمس لكنها تأجلت. نبدو بالنقطة الأولى، جلسة عامة وحيلت مشكلة لجنة المالية للجلسة العامة، لكن حتى الجلسة العامة تعذر عليها الحسم باعتبار أنه ولا مقترح من المقترحات المطروحة حصل على أغلبية الأصوات. ما هي أفاق حل المشكلة هذه؟ في الحقيقة هو الموضوع الأساسي في الموضوع تحسم، وهو أنه لجنة المالية تشتغل على نفسها بدون رئاسة؟ بدون رئاسة بروفيزوار، ما معناها أني تشتغل ساعة أنه ما تتعطلش الأمور. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، فما زوز مقترحات وممكن الصيغة التوافقية أنه رئاسة المجلس نواب الشعب تبعث إلى المحكمة الإدارية للاستشارة في انتظار انه يتلقى شي توافق بين الكتل، وبالتالي ممكن ياسر باش يتم اقحام المحكمة الإدارية في الموضوع من اجل الاستشارة. وهل انه ممكن يقبلوا الاطراف الكل برأي المحكمة الإدارية، علما انه هو رأي استشاري مش ملزم؟ يعني رأي استشاري ممكن يقبلوا، لكن شنو اللي يضمن انه الاطراف تلتزم بموقف؟ اكيد مش يكون فما راضي فما غاضب في الموقف من المحكمة. لا، هو اذا تم اذا بعثنا المحكمة الادارية للاستشارة مش معناها باش يتم الاخذ بعين الاعتبار، ولكن تولي الناس عندها اكثر وضوح للعملية، والمواطنين يوليوا يعرفوا شنو العملية، لانه في النظام في مكتب المجلس خلقت أزمة، في الجلسة العامة العملية ما تحلتش، وبالتالي حتى لجنة النظام الداخلي ظهر لي مش صدر لها أزمة ونقاش المجلس ما هوش في حاجة ليه توا. وبالتالي ممكن أحسن حل اللي الجبهة الشعبية موافقة عليه، نداء تونس موافقة عليه، وحركة النهضة موافقة عليه، وممكن ما نتصوروش أنه الكتلة الاجتماعية تشوف فيه مانع، أنه نستشير المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية تنجم. موضوع الاستشارة باش يكون تأويل النظام الداخلي في خصوص مفهوم المعارضة، هذا اللي باش مطلوب باش تطلب منها بالضبط. إذا تولي وقتها تولي الأمور أكثر وضوح للنفس كله، ما عادش كل حد يأول على كما يشوفه. إذا ننتظر أنه يتم إحالة الإشكال القانوني للمحكمة الإدارية لتبت في تأويل الأحكام المتعلقة بتعريف مفهوم المعارضة. هذا تقدم لرئاسة المجلس، يعني رئاسة المجلس هي اللي باش تقرر الشيء هذا، ولكن طلب منها. تتصور أنه المكتب باش يمشي في الاتجاه هذا؟ نعتقد ما فماش علاش، خاصة أنه يحلوا أزمة ويخلق الفرصة للجميع للعمل، وخاصة للجان القارة، وخاصة أنه الأمور معناها صعيبة ومتسارعة توا، وبالتالي مجلس النواب ما حشتوش بأزمة تعطل أعماله. طيب ناتي الآن للبيت الداخلي لحزب نداء تونس، بعد أزمة ومشكل حاد أثاروه كل من القطي وخميس قصيلة، كانوا الأمور هدئت شوية بعد تبادل تهم وتصريحات حتى نارية شوية، كانوا هدئت الأمور وتقرر أنه الإسراع بانتخاب مكتب سياسي، لأنه حزب نداء تونس لحد الآن ما فيش هياكل منظمة على أساس انتخابي كما يقتضي العرف الحزبي يعني، لكن كان المفروض انتخابات المكتب هذا يتم أمس للأحد، لكن واضح أنه تعذر هذا. علاش أمس ما تمش انتخاب المكتب السياسي؟ هو شوف
في يعني الاخوات ويتعاركوا ويختلفوا نجم تتصاعد الامور ما بيناتهم، ولكن الاساسي اللي ديما نقولوه هو انه الحزب محافظ على وحدته في ظرف انتقالي صعيب. العنصر اللي كان جمع واللي كان خلق وساهم في خلق نداء تونس يتحمل مسؤولية أكبر من مسؤولية رئاسة الحزب اليوم، وبالتالي في المرحلة الانتقالية هذه الشيء الإيجابي اللي نتمنوه أنه الحزب محافظ على وحدته، هذه الأولى. الثانية أنه الحزب محافظ على ثراء وتنوعه ومع على حرية كلمته. يمكن تأجيل، بالنسبة لتأجيل الانتخاب، المكتب السياسي كان فيه اتفاق منذ يوم الجمعة في الحقيقة، ولأنه فما نقطة أساسية وتكلموا فيها برشا وخيان البارح، أنه حركة نداء تونس هي اللي جابت التوافق في تونس، وهي اللي دافعت وخلقت للتوافق في تونس معناها أعراف، وبالتالي ما فماش علاش حركة نداء تونس على المستوى الخارجي تدفع في التوافق وتنجح التوافقات حتى لو كان اضطرت في بعض الأحيان أن يتقدم تنازلات، وداخل الحزب ما تلتجئش للتوافق اللي عشنا به احنا داخل الحزب منذ تأسيسه. وبالتالي أعطينا فرصة، توصلتوا للتوافق هذا؟ أعطينا فرصة بالقدرة باش نوصلوا له قبل الأحد المقبل، ولكن أعطينا فرصة للسيد رئيس الحزب والهيئة التأسيسية أو لمن يختاره هو معه من أجل إيجاد توافق بخصوص شنو موضوع أي هذا هو. هي واضح أنه الإشكال السياسي فما نقطتين هما نور دي بنتيشة اللي هما من يحق له المشاركة في التصويت لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، والنقطة الثانية هي من يتكون يعني مكونات أعضاء المكتب السياسي. خلينا نبدأ بالنقطة الأولى، هل حسمت مسألة شكون اللي عندهم الحق؟ هل مثلا منسقين جهويين باش يشاركوا؟ شكون عنده حق يشارك في التصويت لانتخاب أعضاء المكتب السياسي؟ لأعضاء المكتب، بالنسبة لأعضاء المكتب التنفيذي ألو نسمع فيك تفضل. هو المكتب السياسي سيتم فيه زوز يعني انتخابات، حول 8 أعضاء من المكتب التنفيذي و 8 أعضاء من الكتلة النيابية. بالنسبة للكتلة النيابية سيتم الانتخاب من طرف الكتلة النيابية. سينور الدين كان ممكن لأنه الصوت ضعيف برشا، كان ممكن تشوف مكان يوصلنا فيه صوت بالباهي. قلت بالنسبة للكتلة النيابية ستنتخب هي من يمثلها 8 أعضاء من منخرطي 2012، وبالنسبة للمكتب التنفيذي سينتخب ممثلي كذلك من منخرطي وقيادات 2012. التحاق المنسقين الجهويين بالمكتب التنفيذي والتحاق نسبة من الشباب والتحاق هذه الالتحاقات بعد تكوين المكتب السياسي ليس قبل. التحاق على أساس شنو يعني؟ مش على أساس انتخابي يعني؟ لا مش على أساس انتخابي، بصفتهم منسقين بالصفة. واتفقنا واتفقت الهيئة التأسيسية على عقد اجتماعات دورية لما يسمى المكتب السياسي الموسع، والذي يضم المكتب السياسي والمنسقين الجهويين. طيب متى سيتم انتخاب هذا المكتب السياسي رسميا يعني؟ الأحد المقبل إن شاء الله. طيب بالضبط شنو المهام والسلطات اللي عند المكتب السياسي هذا، وشنو تفرق اختصاصاته على الهيئة التنفيذية؟ هو نجم نقولوا عملية توسع على الهيئة التأسيسية، يعني هو سيكون القيادة الأولى للحزب، متابعة نشاط الهياكل، رسم السياسات والخط السياسي للحزب، والإشراف على عمل اللجان التحضيرية للمؤتمر.
طيب أمس لحد فما مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي المسمى الأعضاء المحتجين أصدروا بيان فيه جملة من الانتقادات للشأن الداخلي للحزب، فما انتقاد لما اعتبروه سياسة الأقصى، فما يعتبروا غياب لفضاء للتشاور والتحاور داخل الحزب، وطالبوا أيضا بإقرار مبدأ التناصف رجال ونساء داخل تركيبة المكتب السياسي. تعليق على البيان هذا. والله في الحقيقة ما شفتوش البيان هذايا وما نعرفش اللي شكون هم اللي أمضاه، ما نعرفش أصلا هم أعضاء مكتب تنفيذي وإلا لا أعضاء مكتب وطني. أعضاء مكتب وطني ينجموا يطالبوا بعقد اجتماع للمكتب المجلس الوطني في أقرب الأجال، وهذا مفهوم ولكن سياسة الإقصاء في الحقيقة ما نعرفش فين شافوها. هم أيضا لازالوا محتجين على تشريك النهضة في الحكومة، هذا ورد في بيان. هذا موضوع وفاد انتهى الموضوع هذا، نرجعوش بالتويت. طيب سؤال أخير، المفروض حسب تصريحات بعض قيادي حزب النداء أنه الحزب يعقد مؤتمر، الأول مؤتمر اللي منتظر، وكثيرا ما ينتقد الحزب أنه لم يعقد إلى حد الآن أي مؤتمر، المفروض مؤتمر قادم في سبتمبر. أولا هل تأكد المعلومة هذه؟ ثم شنية حسب رأيك الموضوعات الرئيسية للمؤتمر القادم؟ هو من الطبيعي أنه حزبنا اليوم بعد ما نجح في الانتخابات التشريعية والرئاسية أنه يفكر في ترتيب بيته الداخلي، وترتيب البيت الداخلي يتم أساسا بعقد المؤتمر، ولكن المؤتمر يلزم يتم تحضيره جيدا باش يكون عرس حقيقي للحزب وتتويج لكل نضالاته منذ تأسيسه وما حتى قبل تحضير التأسيسه، ينجم يكون في سبتمبر، وهناك توجه غالب لدى غالبية القيادات أنه يكون في سبتمبر، والمكتب السياسي سيسعى لعقده في هذا التاريخ بعده شوية قبل شوية، ولكن قبل نهاية 2015 باش يتم النظر قبل عقد المؤتمر أنه يكون مؤتمر انتخابي من القاعدة إلى القمة أو مؤتمر توافقي، هذا يتم الحسم فيه نعتقده في الشهر الجاي في إطار المكتب السياسي وفي إطار النقاشات مع إدارة الحزب والمجلس الوطني وغيرها من الهياكل، ثم تنطلق لجان التحضير المؤتمر في العمل نتاعها. كل الشكر لك نور الدين بنتيش القيادي بحزب نداء تونس، كنت معنا في سياسة فام. إلى اللقاء. إلى اللقاء. سبور، الموسيقى، الأخبار، وسياسة فام. سمعك التصويره.